الله الرحمن الرحيم. وفراق الآباء شيء عظيم، ما لذكرى همومه من براح. كيف ننسى من كان كالبدر نورا قد أضاءت من نوره كل ساحي. قد سما للسماء والروح صارت في جوار العليم بالأرواح. ربي ألهمه ثابت القول واجعل حوله القبر من جنان في ساحي، وتقبله صابرا وشهيدا ورفيقا لأهل التقى والصلاح. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أبناءنا وبناتنا الفائزين بجوائز مؤسسة حمدان، متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، ونحييكم في هذا البث لنتابع معا حفل تكريم الفائزين في الدورة 23 من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز، والذي كان مقرر له أن ينظم في بداية أبريل الماضي، إلا أن المصاب الجلل الذي ألم بنا في وفاة فقيد الوطن الرئيس الأعلى للمؤسسة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فرض علينا واقعا عصيبا وحزينا تعذر معه إقامة الحفل ليتم تأجيله إلى هذا اليوم، والذي نفتقد فيه الشيخ حمدان راعي التميز التعليمي والموهوبين للمرة الأولى منذ 22 عاما، كان فيها رحمة الله عليه حريصا على مشاركة الفائزين فرحتهم وتكريمهم شخصيا. إلا أن عزاءنا في تلك الملايين من الكفوف التي امتدت إلى السماء تضرعا إلى الله عز وجل بالرحمة والمغفرة والثواب والفردوس الأعلى مستقرا ومثوى، رحم الله شيخ حمدان الذي لم يمهله القدر المحتوم في إلقاء كلمته التي أعدها لهذه المناسبة، والذي سيلقيها رئيس مجلس أمناء المؤسسة معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم. فلنتابع معا متابعينا الكرام آخر كلمة للفقيد الكبير الشيخ حمدان، التي كانت موجهة لأبنائه المتميزين. أبنائي وبناتي المتميزين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الفخر أن أتواجد معكم في هذا الحفل الذي نحتفي فيه بالفائزين في الدورة 23 بجوائز التميز من مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز. وقد غيب القدر رئيسه الأعلى راعي التميز التعليمي الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، طيب الله ثراه وأثابه الفردوس الأعلى. وقد كان رحمه الله قد أعد كلمة لإلقائها عليكم في هذه المناسبة، وهو الذي حرص على مدى 22 عاما على رعاية وحضور هذا الحفل السنوي والالتقاء بكم ومنحكم الجائزة بيديه الكريمتين. ولطالما عبر في هذه اللحظات عن سعادته الغامرة، وهو يرى فيكم فرحة الغانمين ونشوة المتفوقين والجيل الرائد في المستقبل المشرق للوطن وللأمة والبشرية. واستجابة لإرادته الأخيرة رحمه الله، فإنني وفي غمرة من مشاعر الأسى بفقدان رجل جليل وهب نفسه لخدمة الوطن والإنسانية والتعليم، والاعتزاز بسيرته الناصعة وأعماله الخيرة، أحمل هذه الأمانة لإلقاء كلمة الراحل الكبير إليكم. وهذا نصها: الإخوة والأخوات الأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في ختام الدورة 23 من جوائز المؤسسة أن أعبر عن سعادتي الكبيرة وقد وجدت فيكم هذا التصميم على المشاركة والفوز. لقد أوفيتم بالوعد وحققتم التميز في الأداء التعليمي، فبالرغم من المتغيرات والمصاعب التي نجمت عن جائحة كوفيد-19، إلا أن ذلك لن ينل من عزمكم وإصراركم على مواصلة الاعتناء بأهدافكم وبلوغ مقاصد العلا والرقي في التعليم. إن الثقة بمخزون التميز لديكم وقدرتكم على إزالة عوائق النجاح هي السمة التي تنفرد بها المؤسسة، إلى جانب الفهم المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين والسعي معا إلى الوفاء بمسؤولياتنا
تجاه التعليم. لذلك كان خيارنا استهداف التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين واجباً للإسهام في تحقيق التفاعل بين الفكر التعليمي وغايات التنمية البشرية. وبفضل من الله تعالى واظبنا على تقديم الأفضل للمجتمع التربوي سواء كان محلياً وإقليمياً ودولياً. وها نحن اليوم نحتفل بختام الدورة 23 بمحصلة فاقت التوقعات ولله الحمد من نسب في المشاركات والفوز والاستفادة من خدمات المؤسسة. وأننا لنؤكد تجاوزنا أبجديات التميز التعليمي إلى المساهمة الحقيقية في ترسيخ الجودة والتميز في أسلوب التعليم وتطويعه للابتكار والإبداع إن شاء الله. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذا الفوز وهذا التميز. شكراً لمعالي الوزير حسين بن إبراهيم الحمادي رئيس مجلس أمناء المؤسسة. المتابعين الكرام، الإخوة المكرمين، تلك هي كلمات الشيخ حمدان، قليلة في مفرداتها، عميقة في مقاصدها، بسيطة ومباشرة، كلمات أبوية صادقة تنبع من فؤاد المحب ووجدان الحريص وقلب المسرور بأبنائه وبناته الطلبة وإخوته من الهيئات الإدارية والتعليمية، والتي دائماً يختمها بالتهنئة للفائزين والتحفيز على ضرورة استمرار نهج التميز في الحياة. مشاهدين الأعزاء، مسيرة حافلة بالعطاء والمبادرات الخيرة في مجالات متعددة اقترنت بحياة الفقيد الكبير الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وامتدت أثارها على التأسيس والبناء والتطوير والتمكين. اختزلت تاريخ رجل لم تعلم يسراه ما أنفقت يمنى، ولم يفلح بحث الراصدين عن شهود أو وريقات توثق كل أعماله الفاضلة. فكانت محاولتنا المتواضعة لتقديم جانب من سيرة الراحل من خلال هذا الفيلم الوثائقي المختصر، فلنتابع. الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثرى أحد الشخصيات البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الإقليمي والدولي. كان رجل دولة من الطراز الفريد، ساهم في تأسيس وبناء وتطور دولة الإمارات، وكان أحد رواد العمل الحكومي فيها منذ التأسيس في عام 1971 إلى وفاته في 24 من مارس 2021. تقلد مناصب رفيعة وقاد العديد من المؤسسات والهيئات التي لعبت دوراً مهماً في القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية، وترك بصمات ساطعة خلال مسيرة عطاء حافلة زادت على 50 عاماً. إننا نحرص على الإسهام والعمل بتناغم في الجهود الدولية من أجل توفير بيئة صحية لعملية التنمية البشرية يتحقق بموجبها السلام والاستقرار في العالم حاضراً ومستقبلاً. كان الشيخ حمدان بن راشد المكتوم من الشخصيات العالمية التي تساند الجهود الدولية في التنمية البشرية المستدامة ودعم الاستقرار والسلم العالمي والحوار وتعدد الثقافات. كان أيقونة عالمية في الأعمال الخيرية والإنسانية، فقد ترأس رحمه الله هيئة المكتوم للأعمال الخيرية، وقدم من خلالها خدمات جليلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ساهمت في عون المعوزين وإغاثة المنكوبين وإنقاذ ضحايا الكوارث والحروب ومكافحة الفقر والأمية والجهل. وقد اختير رحمه الله الشخصية الإنسانية لعام 2000 من قبل مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة لدعمه المشاريع الخيرية في أكثر من 69 بلداً في مختلف قارات العالم، تمثلت في بناء الملاجئ للأيتام ودور التأهيل المهني والمدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية. وقد تجلت حكمته وبصيرته الرشيدة في مشروع التعددية الثقافية والغايات الحضارية التي أنشأ من أجلها مراكز ثقافية وجامعات ومعاهد في العديد من الدول المنتمية إلى حضارات مختلفة مثل اسكتلندا وأيرلندا وهولندا والمكسيك واستراليا والهند ونيبال وباكستان وماليزيا وكندا. وقد أولى الشيخ حمدان رحمه الله عناية خاصة بشعوب القارة الأفريقية،
وكان يتابع من خلال الهيئة بناء وتشغيل المدارس والمعاهد وتقديم الدعم للفقراء والمحتاجين دون تفرقة لجنس أو ديانة أو عرق. وتشرف الهيئة على تشغيل مجمعات تعليمية تزيد على 40 مدرسة وكلية في أكثر من 26 دولة أفريقية تمتد من الصومال شرقاً إلى غامبيا غرباً. وتقديراً لتلك الجهود العظيمة استضافت رئاسة القمة الأفريقية في عام 2009 الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وقامت بتكريمه كأحد أهم المساهمين في الأعمال الإنسانية ونشر التعليم في القارة السمراء. عرف الشيخ حمدان محباً للعلم والعلماء وشغوفاً بالمعرفة، فكان رحمه الله من المهتمين بتشجيع الباحثين في كل المجالات لا سيما العلوم والخدمات الصحية لما لها من أولوية في حياة الإنسان وتنمية المجتمعات. وتحفيزاً لتحقيق التطور المستدام وجودة هذا القطاع، أنشأ في عام 1999 جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، لتحظى بعد سنوات معدودة بصيت عالمي بفضل إسهامها في تطوير الخدمات والأبحاث الطبية والعلاجية. وقد اختير الشيخ حمدان رحمه الله كأفضل شخصية عالمية مساهمة في مجال الصحة والتعليم والرياضة عام 2005 من قبل الاتحاد الدولي للمستشفيات، كما منح في عام 2006 3 شهادات زمالة فخرية من الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في لندن وأدنبرا وغلاسكو كأول شخصية عالمية تحقق هذا الإنجاز، إضافة إلى الدكتوراه الفخرية من كلية الجراحين الملكية بلندن. كان الشيخ حمدان طيب الله ثراه حاضراً في كل ما يتصل بالتطور وينعكس إيجاباً في تقدم المجتمعات، وقد ساهم بشكل كبير في ريادة أسواق تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وترسيخ قاعدة تسويقية لأحدث ما تتوصل إليه التقنيات. وتقديراً لذلك حصل في عام 2005 على جائزة عرب تكنولوجيا للإنجاز الحياتي في الدورة 25 من معرض جيتكس. وفي عالم الرياضة فقد كان الشيخ حمدان رحمه الله شاهداً على نشأتها ومساهماً في تطورها، فقد ترأس منذ الستينيات عميد الأندية الإماراتية نادي النصر، كما كان سبباً في إحياء وازدهار العديد من الرياضات التراثية ومن أهمها سباقات الخيول وسباقات الهجن وسباق القفال البحري الذي استأثر على اهتمام الفقيد وحرصه على التواجد فيه سنوياً. ومن إنجازات الراحل الكبير أنه كان أحد المؤثرين في إعادة الخيول العربية الأصيلة إلى دائرة الاهتمام العالمي ووضعه على خارطة أهم السباقات الدولية. لقد كان نجماً في سماء سباقات الخيل وحقق إنجازات متفردة ستستمر عالقة في ذاكرة عشاق هذه الرياضة. وقد فاز في عام 2006 بجائزة أفضل ملاك الخيل على مستوى العالم من المنظمة الأوروبية للخيول العربية الأصيلة. وبالرغم من انشغالاته في العمل الحكومي ومسؤولياته العائلية وواجباته المجتمعية، إلا أن الشيخ حمدان رحمه الله كان شديد الإخلاص تجاه التزاماته وتعهداته، كان متصلاً بالناس لا ينقطع عن استقبال واستضافة الزوار والوفود في مجلس زعبيل، كان ودوداً وعطوفاً وشهماً ومقدراً للجميع، يتبادل أطراف الحديث بابتسامته الصادقة، كان متأهباً للتفاعل الإيجابي وواعياً للأحداث ومتابعاً وباحثاً عن الأفضل دائماً. ولطالما كان تطوير التعليم إحدى القضايا الملحة في عقيدته، فقد كان بالنسبة له مكمن الحلول للمشكلات الإنسانية ومحور التقدم والازدهار، لذلك اهتم بتمكين التعليم وأنشأ في عام 1998 جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والتي استهدف من خلالها تحسين الخدمة التعليمية وتحقيق جودة الأداء التعليمي لدى عناصر المنظومة التربوية. وفي غضون سنوات قليلة تمكنت هذه المؤسسة بفضل رعايته ودعمه من البروز محلياً ودولياً، وغدت من خلال مجموعة جوائزها وبرامجها شركة لمنظمات إقليمية ودولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو،
ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأسيسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الألكسو، وكذلك المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والمنظمة الدولية للفابلاب ومكتب التربية العربي لدول الخليج. كما أنشأ طيب الله ثرى مركزاً للموهبة والابتكار لاكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين والمبتكرين، والذي يعمل على إنشاء أول منصة عالمية تجمع علماء الموهبة بالطلبة وأولياء الأمور والمهتمين. وقد حصل الشيخ حمدان رحمه الله على أرفع تكريم من منظمة اليونسكو عام 2006 تقديراً لإسهاماته في مجال التعليم والعلوم. وقد امتدت هذه الشراكة لتشهد إنشاء صندوق حمدان لدعم المشروعات المشتركة والتي تخدم الأهداف الأممية في التعليم. ولعل اللوحة المعلقة على مدخل القاعة الرئيسية في مقر منظمة اليونسكو والتي نقش عليها اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تختزل عمق العلاقة التي كانت تربطه بالمنظمة الدولية. هذه جداول من نهر أفاض خيراً وعطاءً للإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، لرجل شغل العالم فكره ووجدانه، فكان بحق عالماً في إنسان. رحمك الله يا شيخنا الجليل وجزاك عنا خير الجزاء. أما الآن فقد حان وقت تكريم الفائزين لجوائز الأداء التعليمي المتميز الذين أجادوا وتفوقوا وحققوا التميز التعليمي فاستحقوا شهادة التميز وجائزتها المرموقة. بدايتنا بالجائزة الأولى، وهي في منافسات الوطن العربي وجائزة البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي من جمهورية مصر العربية محمد أحمد فرج موسي لبحثه في كثافة التلعيب القائم على تطبيقات الجوال في مادة اللغة العربية وعلاقته بالتحصيل والدوافع الداخلية والقبول التكنولوجي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. من جمهورية مصر العربية أحمد محمد المباريدي لبحثه في أثر التكامل بين أنظمة إدارة التعلم عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب المعلمين بكلية التربية. من المملكة العربية السعودية عبد الرحيم فتحي محمد إسماعيل لبحثه في برنامج بالتعلم الإنغماسي وأثره في تحسين الطلاقة التعبيرية والذات اللغوية لدى الدارسين الأفارقة الناطقين بغير العربية بجامعة الملك فيصل. في منافسات دول مجلس التعاون الخليجية وفي جائزة المدرسة المتميزة من المملكة العربية السعودية مدرسة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي المتوسطة، يمثلها مدير المدرسة حسام بن محمد بن مرتضى يار. من المملكة العربية السعودية ثانوية الملك عبد العزيز، يمثلها مدير المدرسة أحمد بن سعد بن علي الشهري. من المملكة العربية السعودية الابتدائية 249، تمثلها مديرة المدرسة نورة بنت صعيقر بن مسحل الغواري. من المملكة العربية السعودية الابتدائية 26، تمثلها مديرة المدرسة دلال بنت عبد الله بن سعد القحطاني. من دولة الكويت مدرسة قمرية محمد أمين المتوسطة بنات، تمثلها مديرة المدرسة وضحى شليويح حسين العمير العصيمي. في جائزة المعلم المتميز من المملكة العربية السعودية فالح بن ناصر بن قاسي القحطاني. من المملكة العربية السعودية بدور بنت حسين بن علي اليافعي. من المملكة العربية السعودية صالحة بنت مفرح بن يحيى السلماني. في جائزة الطالب المتميز من المملكة العربية السعودية المهند بن محمد بن أحمد مشهور حمدي. من المملكة العربية السعودية سليمان بن نايف بن سليمان الفراج. من المملكة العربية السعودية أريج بنت إياس بن علي بجوي. من المملكة العربية السعودية دانا بنت عقاب بن نايف الطمياط.
من مملكة البحرين أسامة أحمد فتحي شعبان زيدان، من مملكة البحرين علا نبيل حسن علي أحمد العجيبي، من دولة الكويت ماجد خالد سعد محمد المنيفي، من دولة الكويت فاطمة منصور حسن محمد قراشي. وفي منافسات دولة الإمارات العربية المتحدة في جائزة المؤسسات الداعمة للتعليم، شرطة أبوظبي لمبادرتها في الإسعاف المجتمعي، يمثلها مديرها التنفيذي العميد زايد محمد الهاجري. بلدية دبي لمبادرتها في برنامج فعاليات المسؤولية المجتمعية في مجال الاستدامة البيئية للقطاع التعليمي، يمثلها مديرها التنفيذي المهندس داوود الهاجري. وفي جائزة المدرسة المتميزة، مدارس الإمارات الوطنية مجمع العين في دائرة التعليم والمعرفة مكتب العين التعليمي. في جائزة التربوي المتميز، موزع عبد الله هاشم غبشان النقبي أخصائي مساعد بيئة وصحة وسلامة من منطقة رأس الخيمة التعليمية. شيخة أحمد سالم الشرهان النعيمي رئيسة وحدة الشؤون الأكاديمية من منطقة رأس الخيمة التعليمية. منى سعيد عبيد الحياي مديرة مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم من وزارة تنمية المجتمع. عمر سليمان سالم العضب الحمودي نائب مدير للشؤون الأكاديمية من وزارة التربية والتعليم في منطقة الشارقة التعليمية. أميرة حسن إبراهيم لهبش آل محمد مديرة مدرسة من منطقة الشارقة التعليمية. طارق عودة موسى قشطة أخصائي تدريب وتطوير من منطقة عجمان التعليمية. شيخ عبيد خميس السويدي رئيس قسم الأنشطة من مركز أبوظبي للتوحد. سندية حسن علي المطروش الزعابي رئيس وحدة شؤون الطلبة من منطقة الشارقة التعليمية. وننتقل إلى جائزة المعلم المتميز، منال محمد عبد النبي عبد المقصود أسلمة للحلقة الثانية والتعليم الثانوي بنات من منطقة أم القوين التعليمية. أحلام فوزي محمد الصوص من مدرسة الجوري من وزارة التربية والتعليم مكتب العين التعليمية. عبد الله محمد عيسى بادارنا من النهروان للتعليم الأساسي الحلقة الأولى وزارة التربية والتعليم مكتب الظفرة التعليمية. ضيف الله محمد سالم الزربة من مدرسة أبو كريه للتعليم الأساسي والثانوي وزارة التربية والتعليم مكتب العين التعليمي. والآن إلى جائزة الطالب المتميز في منافسات التعليم العالي للطالب الجامعي، من جامعة الشارقة محمد يمان طه فارس، ومن كليات التقنية العليا بالشارقة أميرة عبد الله سرور بن عفا. وفي جائزة المدارس الحكومية، خالد عبد الفتاح أحمد قزلي من مدرسة أبو ظبي للتعليم الثانوي وزارة التربية والتعليم مكتب أبو ظبي التعليمي. عبد الله رشدي زهير الجنيدي من مدرسة عبد القادر الجزائري وزارة التربية والتعليم مكتب أبو ظبي التعليمية. حمدان محمد علي محمد المرزوقي من مدرسة أحمد بن راشد للبنين منطقة دبي التعليمية. فايزة جاسم محمد سالم البوسميط من مدرسة أم العلاء للتعليم الأساسي الحلقة الثانية من منطقة الفجيرة التعليمية. سارة بنت سعيد بن محمد البلوشي من مدرسة المنار النموذجية منطقة الشارقة التعليمية. شيخ إسماعيل إبراهيم إسماعيل آل علي من مدرسة أم العرب وزارة التربية والتعليم مكتب أبو ظبي التعليمية. بسنة فؤاد السيد فرج حسين من مدرسة جميل أبو حيرد للتعليم الثانوي من منطقة الشارقة التعليمية. محمود حسن العيد السويدان من مدرسة المتنبي وزارة التربية والتعليم مكتب أبو ظبي التعليمي.
خليفة سعيد خليفة يوسف الزعابي من مدرسة المحمود منطقة الشارقة التعليمية. عائشة سعيد خليفة يوسف الزعابي مدرسة جميلة بحيرد للتعليم الثانوي من منطقة الشارقة التعليمية. رؤى اسماعيل مسامح أبو شباب من مدرسة الوثبة وزارة التربية والتعليم مكتب أبو ظبي التعليمي. سهيلة علي محمد سعيد اليماحي من مدرسة الماسة للتعليم الأساسي والثانوي الحلقة الثانية من منطقة الفجيرة التعليمية. مريم سيف أحمد جميع المزروعي من مدرسة نجاح للتعليم الأساسي والثانوي الحلقة الثانية والثالثة من منطقة رأس الخيمة التعليمية. حسن شيخ محمد حمادي من مدرسة العباس بن عبد المطلب وزارة التربية والتعليم مكتب الظفرة التعليمية. ندى محمد ديوب من مدرسة فاطمة بنت مبارك وزارة التربية والتعليم مكتب أبو ظبي التعليمية. عفرة علي محمد حمود اليماحي من مدرسة الماسة للتعليم الأساسي الحلقة الثانية من منطقة الفجيرة التعليمية. هيام فهد خلفان ناصر الحساني من مدرسة أم العلاء للتعليم الأساسي الحلقة الثانية من منطقة الفجيرة التعليمية. أمنية عصام عبد الغني عبد الخالق من مدرسة الظهرة للتعليم الثانوي من منطقة دبي التعليمية. عبد الله جاسم محمد سالم البوسميط من مدرسة محمد بن حمد الشرقي الحلقة الثانية من منطقة الفجيرة التعليمية. سلامة سيف خليفة بن خليفة طنيجي من مدرسة فلج المعلى للتعليم الأساسي والثانوي بنات من منطقة أم القوين التعليمية. عهد سعيد سيف خلفان اليليلي من مدرسة أم العلاء للتعليم الأساسي الحلقة الثانية من منطقة الفجيرة التعليمية. روضة عيسى راشد عيسى السركال من مدرسة الأصايل من وزارة التربية والتعليم مكتب أبو ظبي التعليمية. وصايف سعيد محمد سرور الزعابي من مدرسة جميلة بحيرد الثانوية بكلباء من منطقة الشارقة التعليمية. ملاك إسماعيل مسامح أبو شباب من مدرسة الوثبة وزارة التربية والتعليم مكتب أبو ظبي التعليمية. يوسف عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزرعوني من مدرسة دبي للتعليم الثانوي بنين منطقة دبي التعليمية. خلود سالم خلفان سالم المزروعي من مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي منطقة الشارقة التعليمية. شيخ محمد راشد سعيد الكندي من مدرسة الفجيرة للتعليم الأساسي الحلقة الثانية من منطقة الفجيرة التعليمية. شيخ أحمد مبارك عبيد الزحمي من مدرسة الفجيرة للتعليم الأساسي الحلقة الثانية من منطقة الفجيرة التعليمية. خلفان سعيد خلفان محمد المدحاني من مدرسة المزهر للتعليم الأساسي الحلقة الأولى من منطقة دبي التعليمية. مها عبد الله بلال سالم صنقور من مدرسة الإبداع النموذجية للتعليم الأساسي الحلقة الأولى من منطقة دبي التعليمية. نورة أحمد يوسف المشتغل النقبي من مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي الحلقة الأولى من منطقة الشارقة التعليمية. مريم عبد الله محمد النعور النقبي من مدرسة خرفكان للتعليم الأساسي الحلقة الأولى منطقة الشارقة التعليمية. أريج عصام عبد الغني عبد الخالق مصطفى من مدرسة عمار بن ياسر الحلقة الأولى من منطقة عجمان التعليمية. ميثة بنت خالد بن أحمد بن هارون البلوشي من مدرسة الشارقة النموذجية منطقة الشارقة التعليمية. شهد محمد راشد الشهيار المزروعي من مدرسة النجاح للتعليم الأساسي والثانوي منطقة رأس الخيمة التعليمية. مريم لؤي إبراهيم لبد من مدرسة شمة بنت محمد وزارة التربية والتعليم مكتب العين التعليمية. مها بنت عبد العزيز بن أحمد بن هارون البلوشية من مدرسة المنار النموذجية منطقة الشارقة التعليمية. مهر إبراهيم علي سالم من مدرسة أذن للتعليم الأساسي الحلقة الأولى من منطقة رأس الخيمة التعليمية. ميرا سليمان مال الله خليل الحمادي من مدارس الإمارات الوطنية فرع الشارقة مجلس الشارقة للتعليم. أديتي غاندي ذا وينشستر سكول جبل علي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.
ميشيل فراز هاشمي The Winchester School جبل علي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. ريان خالد حسين علي بن حماد من مدرسة دبي الوطنية فرع البرشة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. نور خالد حسين علي بن حماد من مدرسة دبي الوطنية البرشة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. راغاف كريشنا سيشادري سومانث دلهي برايفت سكول شارجة من مجلس الشارقة للتعليم. ميثري مورالي كانانا ذا ميلينيوم سكول من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. جايانث رامغانش سرينباسان رامغانش جيمز ميلينيوم سكول مجلس الشارقة للتعليم. هاريشري سوريش بابو دلهي برايفت سكول شارجة من مجلس الشارقة للتعليم. شادن ماهر أحمد الحواري من مدرسة المنهل الدولية الخاصة دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي. زينة أيمن رمضان العزازي محمد حجاج من مدرسة البصائر الخاصة مجلس الشارقة للتعليم. أسامة عبد المجيد عبد الحميد متولي عامر من مدرسة الإمارات الخاصة دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي. روان مالك كرباج من مدرسة المنارة الخاصة دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي. دانا حسام توفيق الزامل من مدرسة المنهل الدولية الخاصة دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي. مريم محمد قطب صادق محمد أبو العينين مدرسة الرؤية الخاصة دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي. غاية سعد نصيب سعد الأحبابي من مدرسة ليوا الدولية للبنات دائرة التعليم والمعرفة مكتب العين التعليمية. شم يوسف حسن عبدالله المرزوقي من مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. عليا خميس خلفان علي الكندي من مدرسة الديار الدولية الخاصة بالفجيرة. سواستي بريمال كومار بروهيت بريمال العين جونيور سكول من دائرة التعليم والمعرفة مكتب العين التعليمية. أبارانا ساي فيرارا غافان إنديان هاي سكول من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. نيلينا مريم جونش جيمز ميلينيوم سكول من مجلس الشارقة للتعليم. بيسان مهند سمير مقدادي من مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان. حلا مجاهد حاج حسين من مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان. حمزة محمد رافع من مدرسة النور الدولية من مجلس الشارقة للتعليم. تهانينا لكل الفائزين من أبنائنا وبناتنا. متابعينا الكرام، في نهاية هذا الحفل الذي رافقتمونا فيه عن بعد بكل تقدير وتفاعل، لا يسعنا إلا أن نبارك للفائزين مع تمنياتنا لهم بالمزيد من الإنجازات، كما نود أن نشكركم على متابعتكم وتشجيعكم للتعليم وأهله والمتميزين فيه. وقد عشنا مشاعر جميلة مفعمة بالوفاء لروح الفقيد الذي لطالما وصف لقاءه السنوي بكم في هذا الحفل بأسعد لحظاته، فلتنعم في رحمة الله وثوابه، وإننا بإذن الله تعالى مستمرون على النهج الذي رسمه الفقيد ورعاه بإخلاص، متميزين ومتفانين في سبيل الوطن والعلم وعمل الخير. وختاما نقول كما قال الشاعر الهلالي: لك فرض وواجب في صلاتي بدعاء وافر الإلحاح، لك خير الدعاء ما دمت حيا ورجائي في فالق الإصباح، فسلام عليك في كل ليل وسلام عليك كل صباح، وسلام عليك ما شاع نور أو توارى في غدوة ورواح. تحية لكم، ونحن على أمل اللقاء بكم في حفل الدورة 24 بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.